يقول السائل: هل من وقع أو صرف شيئا من العبادات لغير الله هل يكون وقع في الشرك المخرج من الملة؟ وهل يجوز أن نقول بأنه كافر؟ نعم، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك، والمشرك كافر، لأن العبادة حق لله عز وجل. الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة لا تصح مع وجود الشرك، فإذا صرف شيئا من العبادة بأن ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو استغاث بالميت أو بالقبر فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، ويكون كافرا خارجا من الملة. لكن باب التوبة مفتوح، لا يقنط من رحمة الله، عليه أنه يتوب إلى الله ويستغفر الله جل وعلا. الله يتوب على من تاب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة تمحو ما قبلها من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن المعاصي، وهي مطهرة لصاحبها، فعليه بالتوبة إلى الله.